اتحكتك شو اخبارك؟ تمام. جاي لكم حاب اليوم مقطع جديد. اسم مقطع اليوم ميمز. العيال ادعوا لي ادعوا لي ادعوا لي ادعوا لي ادعوا لي انه علينا عليه اختبارات ان شاء الله بخلص الترم الثاني ان شاء الله. اليوم جيتكم بميمز، بنشوف ميم صراحه وبنتابعها وبنضحك شوي. طبعا اعتذر عن المقطع اللي راح، صارت فيه كثير مشاكل لانه جم اهلي وخربوا علي التصوير فما قدرت احط لكم اي شيء، فهمتوا؟ فجمعت ميمزات وحطيت لكم. ادري ان المقطع صار تعبان بس ايش بسوي؟ احسن ما اقطع. فلا تنسوا الاشتراك وسوي تجربه تنظر الصلاه على الكلام تبعنا سبات. صلوا على النبي سبحان الله بحمد سبحانه العظيم. ليتس جو نبدا المقطع. غرفة ابوك بعد ما تنزل نتائج الاختبار. طبعا نتائج الاختبار الاسبوع الجاي. لا احنا الحمد لله الوالد ما يقول شيء، الحمد لله. يعني مش اخويك اللي يحتاج برنامج دباتي. يبغى يدفي. صامن صامن يدفي. مثل يبحث، مثل يفك اللابتوب، يكتب في اليوتيوب مقاطع باور. لما ذب الخرا، لما ذب الخرا هذا لما جروبي طلعتهم افضل ذبه في الرياض. اسمك انت؟ انا مصطفى. لك بوت بتصير يا مصطفى؟ بصير محامي يا استاذ. كذاب بس الفود ترك. يا اللي رهيب مره، اقسم عظيم افضل ثلاثه في التيم او في جروب فالكون من ناحيه الضحك هم دول الثلاث اربعه. للي فواز عادل ورايد. صافي كنا مختم معنا مسيرات. هذا شوف انه فلتر غبي، يعني من ما يعرف ماركات السيارات. ايمج او ماي جاد، كلام منطقي. او ماي جاد مره ثانيه، يا سلام. ماي جاد تو WV WWE سهل. لا WWE يمكن او يا يعني نبي مستوى يا عيال. هورس فري فاير. فري فاير اعطاك على اخر شيء، يعني خبره الماقه في الحرج. عليكم زود، جزاك الله خير. اللهم اجعلها خالصة لوجهك العظيم عني وعن كل من حضر في هالحفل. وبخلط معهم بعد. الله لا يحطني مكانه يا اخي، تاكد. كويتي راح مباراة قطر وايران. طبعا احنا اليوم نشجع الحكم الكويتي احمد العلي. وينه؟ نشجع احمد العلي. المشاركه الاولى لدوله الكويت في هذا. نثمن جهود الحكم الكويتي احمد العلي. كرك على شرف الحكم احمد العلي. شوف وقفته، شوف شلون واقف، شوف شلون واقف احمد العلي. لا يصيدك ببلنتي يا احمد العلي، لا يصيدك ببلنتي. شيك لي على احمد العلي وشوف لي وقفته، شوف ردته قري، شوفه. صار وراهم احمد العلي. احمد علي يسوي مخالفه. شوف ابي يروح يشوف البار احمد العلي، شوفه دش هناك. شوف احمد العلي، شوفه ما خلى رينا تدش داخل خط 18 ريال دقيق. شوف الحكم الكويتي ايش قاعد يسوي. احمد العلي يا عيال، دل 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 نمبر وان احمد العلي. شوت على جول بنالتي احمد العلي. ما في تشيري ميري احمد العلي. شوف احمد العلي، شوفه يا حكم يا باشا. اه ايش في حكم؟ لا 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 ما حد باشا. رجاء عن الغلط، عن الغلط. لا رجال شوف احمد العلي ما يا دله. ذل احمد العلي، احمد العلي بطل. اخر مره يسوي، اخر مره يحكم. طبعا ما مالي في الكره ابدا 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 ابدا. افضل ذبه ب 21. طيب ايوه ينادوني القصير. يا كم طولك؟ 162. 100 وكم؟ 168 قصير؟ نعم انا اخويا كلهم 190 وفوق. وش مخاوي فريق سلند؟ السلام العظيم. اذا اخوي رفض يجيب لي اقراض من البقاله وراح ينام بالمكتب. تكفى لا ترفض، تكفى لا ترفض. لانك راح تاكل هواء. اذا جلست مع اهلي تعشى وفجاه صار هدوء. انا يا هل خابنا الهدوء، انا خابنا الهدوء صراحه. في الفصل اكره الهدوء ومتى ما سبيت صار هدوء. جماعه اللي هيضرب امه رقاصه.
امين. يا اخي المصريين ممتعين. شنو؟ قبل الحظر؟ بعد الحظر. يعني الحظر كله قاعدين من بين ناكل 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 صار كذي. اطلع برا. يا العادل عادل رهيب، كل شيء العادل. عدولي عدولي شكرا جزيلا شكرا. نخابرك نخابرك فيما بعد، فيما بعد راح نخابرك. نعم نعم. اذا دقوا عليك تعسل بوجهي. ما شاء الله يا السيت اب. هذا اذا تزوجت ستريمر زيك متيم العيلة كلهم نفس الجروب. بارتي واحد كلهم. لما تترك اخوك الصغير مع ضيوف. لا انا هعرضها على المهندسيشيات البلدية وهن اللي بدهم. اخي اليوم ما عندنا خبز، ما عندنا خبز. يا جماعة يا جماعة يا يا اسطف الاعمى رهيب والله العظيم رهيب. غير على غدك كبير عليك هينك معتز صغيري على قدك. الندلب يسرع فيني يحصد شر الناد. انا شكلت تمثيلي ما قاعد يجيب فلوس، فالناس كلها حولت على الايباد. تايلر هذا هذا رهيب، ناسي اسمه رهيب. ايش بوقتك؟ كمل لعبتك تكفى تكفى كمل. جهل ذا رهيب رهيب مره. طبعا اكتشفت انه هذا تايلر حط توك الجهازه، يعني شخص خبرة توكات. ما خليت ابن امه توك ما ركبته، واخر شيء خرب البي سي. يكبرون يعقلون احنا اذا جاء عمرنا 55. جوي هذا انا، هذا انا واخويا اقسم بالله. اتوقع قلبه اللي حلق. على ارتفاع 37 الف قدم. كل درس تعلمناه عن اكرام الضيف. اسرع قلبه. شفت المقطع ده في التيك توك؟ والله يا انه رهيب. وتبقى الاراء مختلفه حيال قياده المراه للسياره، لكن الطابع الماخوذ على ان قيادتها تشوبها بعض المخاطر في بعض الاوقات. وهذا اقرب مثال من الممكن ان نتعرض له او ان نراه. من العاصمة بغداد ماهر. اقسم بالله العظيم عطى على عيني، عطته كذا يا اخي البنات كويسة. طبعا البنت تركت الدنيا كلها جت على المذيع. تحس كذا نكاية، طبعا نكاية يعني عناد بس بالشاوي. استغرب ليش قراراتي زق. انا تويتشاوي ليوي. كلمة على اللي صاير في البنفسجي، خرع البنفسجي. يا اخي فهد التمساح رهيب رهيب مره يا عيال، رهيب رهيب كل ما تحمله الكلمه ما شاء الله. طبعا نحبه مره ويبلي اواي، تحيه له. من العاصمه بغداد. والى هنا قصه الحلقه. لا تنسوا لايك واشتراك السعودي مش تنسوا تغصوا طبعا كانت هوني سناب بعد. صلى الله عليه وسلم. سبحان الله بحمده سبحانه عظيم. ومع السلامه.